الوسط الايسر. كده انتصف الشوط بالفعل تماما، 22 دقيقه ونصف. ترقيصه بلمه بشكل حلو كده من كراسكو، بيحاول يعدي واللعبه داخل المنطقه خطيره، واحمد عادل يا ولد يا ولد يا ولد، طالع في توقيت مناسب امام مين؟ امام توريس، امام توريس. وادي قدام حضراتكم محمود عبد العزيز معاه كمان في الكوره، انما شوفوا هنا دخل على طول في العمق وعدى ولعب الكوره في المكان الفاضي. هل في تسلل ولا ايه؟ انما توريس ما اشارش حكم اللقاء، والله محمود عبد العزيز هو اللي عمل التاكلين كده، الكره خبطت في رجله وطلعت بعيده عن خطوره التهديف. ادي فرناندو توريس 33 سنه.